السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، مسؤول في صنعاء يؤكد كشف مسار الطائرات الإسرائيلية التي استهدفت الحديدة. وإلى التفاصيل، أكد مسؤول في حكومة صنعاء اليوم الاثنين توصلها إلى مسار الطائرات الإسرائيلية التي نفذت العدوان على محافظة الحديدة غربي اليمن. وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بحكومة صنعاء العميد عبد الله بن عامر في تدوينة له على إكس: تمكن اليمن من معرفة تفاصيل مسائر الطائرات الإسرائيلية التي شنت الهجوم على الحديدة، ولم تتمكن إسرائيل حتى اللحظة من معرفة المسار الذي اتخذته طائرة يافا اليمنية للهجوم على تل أبيب، رغم فتح عدة جبهات إسرائيلية منها سلاح الجو للتحقيق في ذلك. وذكر في تغريدة ثانية أن حالة الاستنفار والتأهب القصوى ليست لدى الإسرائيليين فقط، مضيفا: سوف نشكر الدول العربية الفاصلة جغرافيا بين اليمن وفلسطين إذا اتخذت موقف الحياد بشكل فعلي وليس فقط مجرد بيانات وتصريحات، فالتحركات من السهولة رصدها والتنسيق المشترك يمكن تتبعه. يأتي ذلك في ظل تأكيدات باستخدام الطائرات الإسرائيلية الأجواء السعودية خلال تنفيذها عدوانها على ميناء الحديدة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.